الترجيحية 3-1 على الساح. هذه الركنية الآن ملعوبة. فواز العتيبي يلعب ركنية وفابيانو حطها جول. عاد السالمية بالبديل الأوزبكي كمال ميرزايف. عاد السالمية ببديل ناجح. هذا البديل الناجح اللي أفرح رابطة جمهور نادي السالمية ومحبي وعشاق نادي السالمية. وتبديل ناجح للحقيقة نقول لسلمان عواد بإشراك محمد الهويدي وكمال ميرزايف ليسجل. شوف بيان الحقيقة والهدف على طول يأتي في الدقيقة 31 هدف.